اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامجنا جو دكتورز. اليوم عندنا كثير فقرات ممتعه، اولها رح نبلش بين يدي جراح، رح نتعرف كيف استئصال الياف الرحم بالمنظار. كيفك علا؟ الحمد لله. اخبارك؟ سلام منيحه. اكيد عندنا اليوم حلقه كثير مميزه، رح نحكي عن فيتامين د عند الاطفال. كثير من الامهات بيسالوا عن فيتامين د والسبلمنت، كيف نتعامل مع هذا الموضوع؟ رح نعرف كثير عن هذا الموضوع في حلقتنا اليوم. والدكتور رامي الكيلاني حيبسط لنا كيف موضوع اطفال الانابيب بفقرتنا بتبسيط. واكيد رح نكون مع احد القامات الطبيه المهمه في الاردن، انا دكتوره جدا بعتز فيها وبحترمها، الدكتوره نجوى خوري، ورح نزور جمعيه الاسعاف الاردنيه. ومن الامراض اللي كثير منتشره اللي هي تكيس المبايض طبعا عند النساء، رح نعرف اكثر عن هذا الموضوع وتشخيصه وطريقه علاجه من الدكتور قاسم الشامي. شو رايك دكتور هلا نروح نتابع بقيه فقراتنا؟ اكيد فقرات كثير حلوه، خليكم معنا نتابع الفقرات. مشكلة ظهور الشعر في منطقة الذقن والصدر عند السيدات ومشاكل اضطرابات الدورة الشهرية وتأخرها من أهم الأعراض يلي بتصاحب مشكلة تكيس المبايض عند السيدات. اليوم في فقرة تشخيص نحن عاملين زيارة لعيادة الدكتور قاسم شهاب لحتى نحكي أكثر عن تفاصيل هالموضوع، خليكم معنا. مرحبا دكتور قاسم، كيفك؟ شو أخبارك؟ يعطيك العافية، شكرا للاستضافة. كيفك دكتور؟ ماشي الحال الحمد لله، كيفك؟ نحن اليوم بزيارة لعيادتك، حابين نحكي عن موضوع شائع بين السيدات عم نسمع عنه كتير بهاي الفترة، هو تكيس المبايض. نعم. مبدئيا دكتور خلينا نعرف ما هو تكيس المبايض، لأنه عم نسمع بالمصطلح كتير بس ممكن في ناس ما بيعرفوا بالضبط إيش هو تكيس المبايض. شكرا لسؤالك، هو فعلا موضوع شائع في الأردن، أكثر من 22% من الستات مصابين فيه، يعني من كل 10 ستات ماشيين بالشارع أقل شيء في تنتين فيهم متلازمة تكيس المبايض. هلأ التعريف المبسط له هو متلازمة أيضية، يعني ماشي ببين تكيسات على المبايض، ممكن إنها تؤدي ل يعني الاسم إنه فقط في المبايض، لكن هو للأسف أكثر تأثيره أكثر بكثير من شغلة فقط المبايض. ممكن يأثر على الهرمونات، هرمون الإنسولين يزيد مقاومة الإنسولين، ممكن ستات تصير عندهم سكري، ممكن يأثر على اضطراب الهرمونات الذكرية، فعشان هيك ببين ممكن أن أحب شباب أو غيره، وأيضا ممكن يؤدي للسمنة. فهو يعني متلازمة أيضية بتصيب السيدات خاصة وبتبين أكثر شيء في المبايض. طيب دكتور شو هي الأسباب التي تؤدي إلى زيادة نسبة حدوث تكيس المبايض عند السيدات؟ هلا السبب ما في سبب واضح، لكن بنعرف إنه السبب الوراثي أو عامل وراثي عامل مهم جدا. بنشوف إنه في البلاد العربية مثلا نسبة عالية جدا 22-25%، في أوروبا أقل بكثير، يعني ممكن تكون 10%، لكن في العالم ككل من 15-20%. العامل الوراثي هو أكثر عامل مبين عنه، لكن لا يوجد أمور أخرى. في بعض السيدات اللي مثلاً تأخذ أدوية للصرع وخاصة الفالبرويك أسيد ممكن يؤدي إلى تكيس المبايض وبعض الأدوية هاي، لكن بشكل عام لا يوجد فعلاً سبب نحكي إنه هذا هو المسؤول عن ظهور تكيس المبايض. متى الست لما تحس عم تظهر عليها أعراض معينة بتحكي إنه أنا لازم أروح أزور الدكتور المختص؟ لأنه عنا كتير ناس ممكن يلاحظوا تغيرات في الجسم عندهم بس يهملوا في الموضوع، فمتى أنت بتحب تحكي للسيدات إنه في حال ظهرت هاي الأعراض لازم تروحي تراجع طبيب مختص؟ نعم، هلا هي اغلب الستات اللي بيظهر عندهم اعراض بيكون اغلب يعني اكثر شيء موجود هو خربطه في الدوره، عدم انتظام الدوره، تلاقي ممكن تصير كل 40 يوم بعدين كل 20 يوم، ممكن او تكون قلتها مثلا يوم واحد، يعني تكون منتظمه نوعا ما لكن الدم بينزل او الدم الانسحابي بينزل ليوم واحد. إذا أهم يعني الجواب لسؤالك المباشر إنه أنت لازم أراجع، إذا كانت الدورة ما تيجي على الأقل 3 أو 4 مرات بالسنة، لأنه بصير خطورة لا سمح الله إنه ظهور أمراض سرطانية في غشاء الرحم ترتفع. فإذا الدورة ما تيجي خلال مرتين 3 مرات أو 4 مرات على الأقل في السنة، هذا سبب مقنع جدا إنها تزور الأخصائي. طيب دكتور في حال سيدة لاحظت على حالها هاي الأعراض اللي ذكرتها من شوي ولجأت للدكتور المختص بهذا الموضوع، شو عملية التشخيص اللي بتتم في العيادة؟ نعم، هلا احنا السيرة المرضية كفيلة في كثير من الحالات انه تشك على الاقل بشكل كبير انه هل فعلا الحديث عن متلازمة تكيس المبايض او لا. اذا ست حضرت في خربطة بالدورة بشكل كبير زي ما تقدم الحديث، حب الشباب، الشعر او عدم المقدرة على الانجاب،
انه مثلا متاخر دوره كثير وما في وفي سبب مقنع انه ممكن يكون في قله اباضه او عدم انتظام في الاباضه. بعد اخذ السيره المرضيه ممكن نسوي الترا ساوند. الالترا ساوند بنستعمله لشغلتين، شغله انه نعرف انه ما في سبب اخر اللي مؤدي لهي الاعراض، زي مثلا كيس مبيض، يعني بعض الاكياس المبيض بتؤدي لافراز هرمون ذكري بشكل كبير وهي اللي بتؤدي لهي الاعراض. الامر الثاني انه بنطلع على عدد الـ الاكياس الصغيره هذه الموجوده في المبيض. عاده يوجد هناك شيء تسمى بروتردام كرايتيريا اللي هي بنمشي عليها للتشخيص. اذا كان المبيض اكثر من 10 ملليلتر مكعب حجمه او وجود اكثر من 12 كيس في داخل المبيض ممكن انها تعطينا صوره واضحه انه فعلا هناك في تكيس مبيض. بعد ذلك مع انه وجود هاي الامرين هذول كفيل انه نحكي بطريقه يعني بثقه عاليه انه يوجد متلازمه تكيس مبيض، لكن باغلب الحالات بنفحص ايضا الهرمونات. الهرمونات الذكريه بنشوف اذا مرتفعه، في اغلب الاحيان بتكون مش مرتفعه لانه بتكون في اقوال كثيره من دراسات انه نشاطها مرتفع جدا مع انها كانت في مثلا النسب المسموحه فيها او النسب الطبيعيه للست. بنفحص طبعا هرمون الحليب لانه ممكن يكون مرتفع نوعا ما في متلازمه تكيس مبيض. بنفحص مخزون البويضات اللي هو الاي ام اتش بنسميه، عاده بنلاقيه مرتفع بشكل كبير. فبعد ما تكتمل عندنا الصوره ونكون واثقين انه هذه متلازمه تكيس مبيض بلش العلاج. اتوقع مرحله العلاج ممكن تكون شوي لازم الست يعني تصبر عليها شوي. فكيف بتتم مرحله العلاج في حال تم تشخيص سيده بتكيس المبايض؟ نعم، للاسف لا يوجد الحبه السحريه، مش موجوده في متلازمة تكيس المبايض للاسف، يعني لا يوجد علاج اعطيه للست واكون مقتنع انه فعلا حيساعدها لوحده. لكن احنا بنعالج الاعراض الموجوده، فمثلا لو كانت عدم انتظام الدوره هو اللي مسبب لها المشاكل ممكن نبلش اول شيء في اللايف ستايل تشينج. يعني الستات عاده، مش كل الستات لكن جرت العاده انك ترى في اغلب المتلازمه التكيس المبيض في السيدات اللي ممكن وزنهم مرتفع، فلو خسرت من وزنها من 10 ل 15% هناك دراسات قوية جدا بتأكد انه اكثر من 80% من هدول الستات حتنضم عندهم الدورة. نعم. طب دكتور شو بتحب تعطي نصيحة أخيرة لحتى السيدات يكونوا عم يعملوا عم يحموا حالهم أو في حالة وقاية من هذا المرض؟ نعم. هلا للأسف انها الست انها تقي نفسها من المرض هذا يعني ممكن شوي صعب، لكن ننصح الستات انه في يعني تغيير نمط الحياة، الرياضة وتنزيل الوزن كفيلات بشكل كبير انهم يحسنوا على الاقل بشكل كبير. شغلة ثانية للأسف انه يوجد أدوية، يعني لا يوجد نهاية للست الموجودة في السوق، أدوية غالية جدا عبارة عن مكملات غذائية 70 و80 دينار 90 دينار بيلجأوا لهم السيدات على أساس انهم علاج سحري، ليست علاج سحري. هي ممكن انها تحسن من حالة متلازمة تكيس المبيض وانت عم تاخذي العلاج، بعد ما توقفيه الإفكت هذا أو التأثير هذا بيختفي. الشغلة الثالثة اللي إنه أغلب الستات لأنهم متلازمة تكيس المبيض بيحملوا بشكل جيد، يعني وعندهم الخصوبة عالية جدا، لكن إذا ما قارناهم في نظيراتهم اللي ما عندهم تكيس مبيض بلاقي إنه نسبة الستات اللي بيحتاجوا لتحفيز مبيض أو غيره ممكن أعلى شوية، لكن مش معناها إنه عندي متلازمة تكيس مبيض معناها ما بحمل. يعني دكتور نصيحة كتير حلوة إنه دائما تغيير نمط الحياة هو دائما بيأثر على عدة أمراض، ودائما الكشف المبكر عن أي مرض بيساعد وبيساهم بشكل كبير في علاجه ومراحل العلاج يلي بمر فيها المرض. شكرا لهالنصيحة الحلوة دكتور، وشكرا للاستضافة والموضوع كان جميل جدا، يعطيك العافية. شكرا لكم. شكرا. المريضة اللي شفتوا بعض من عمليتها هي عبارة عن من عملية تنظير للبطن. طبعا هي المريضة كانت تشكي من آلام بالبطن وآلام بالدورة ودورتها قوية، فإحنا كنا شاكين إنه يكون عندها بطانة هاجرة. البطانة الهاجرة بتسوي الأعراض هاي، نعمل لها عملية تنظير للبطن ولقينا إنه في عندها شوية بطانة هاجرة، تم التعامل معها بالكوي
وإن شاء الله أنه هالعملية التنظير وعلاج البطانة الهاجرة بالكوي أنه يحل مشكلتها اللي هي لها فترة طويلة بتعاني منها وبدها متابعة، ممكن نحتاج نمشيها على أدوية معينة، وبعدين إذا نرد نلقي نظرة تانية عن طريق المنظار ممكن بعد 6 أشهر أو بعد سنة. مرحبا، حاب أحكي لكم عن قصة صارت معي والموقف بعده مؤثر فيه. في إحدى الأيام في عيادة أورام الثدي بتراجعنا صبية عمرها 36 سنة بتشكي من شوية أعراض، وبعد الفحص السريري وأخذ السير المرضية تبين أنه هاي المدام متزوجة وعندها 3 أطفال وفي عندها ورم ضخم في الثدي. الورم كان واصل لمرحلة كثير متقدمة، الأعراض كانت كثير واضحة، من حجم، من تغير في شكل الثدي، من الإفرازات وإلى آخره. فلما أخذنا السير المرضية منها اكتشفنا أنه هاي الحالة عندها صار لها تقريبا 2 سنين، ولما سألناها ليش ما كانت تراجع أو ليش ما كانت تفحص أو ليش ما يعني ما توجهت لأي جهة طبية في هذا الموضوع، اكتشفنا أنه كانت أغلب الحجج هي أنه كانت تأخذ علاج أخذته صديقة إلها أو تأخذ كريم أخذته إحدى الجارات اللي بتعرفهم وإلى آخره من يعني خلينا نحكي فتاوي ما إلها دخل في الموضوع نهائيا. وللأسف الحالة لما وصلت عنا كانت كثير متقدمة، وبعد إجراء الفحوصات اللازمة اكتشفنا أنه الورم هذا كان منتشر في كل أنحاء جسمها لدرجة أنه التدخل الجراحي كان عاجز أنه يعمل إشي لهاي الحالة. وللأسف بعد فترة قصيرة المريضة فارقت الحياة، تركت خلفها عائلة، 3 أطفال، زوج، أهل. كان موقف جدا مؤثر، وهذا الموقف كثير أثر فينا، ودائما بنحب نوصل رسالة بعد هاي المواقف اللي بتأثر فينا إنه لما يظهر عند حدا أي أعراض، خصوصا عند خواتنا وأمهاتنا وزوجاتنا وبناتنا الصبايا، أي عرض يظهر عندك لازم مباشرة نتوجه للطبيب، مش شرط نستنى تصير عنا مضاعفات كثيرة ونتأخر في هذا الحكي، لأنه كل ما تم اكتشاف المرض مبكراً كل ما كانت نسبة الشفاء والعلاج أفضل بكثير. لا تنسوا الفحص المبكر، وألف سلامة على الجميع. حابة أحكي لكم اليوم عن أهمية فيتامين دال عند الأطفال. فيتامين دال زي ما الكل عارف والكل عم يسمع عنه، ما ضل سوشيال ميديا، ما ضل أطباء، ما ضل تلفزيون إلا العالم تحكي عنه. أهمية فيتامين دال بتبلش من الطفل وهو برضع من حليب أمه، يعني أول 6 أشهر وهو برضع رضاعة تامة من حليب الأم. لازم نتأكد أصلاً إنه الأم نسبة فيتامين دال عندها بالجسم هي نسبة كافية بحيث إنه الطفل يتناولها بشكل سليم عن طريق الحليب. هلأ في عندي إنه نسبة 80% من فيتامين دال بناخده عن طريق الشمس، والشمس بتحول بجسمنا وعن طريق الجلد تبعنا، وبعدين بتحول عن طريق الكبد والكلى. المهم لازم يتاخد عن طريق التعرض للشمس. بيهمني كتير إنه نسبة التعرض للشمس تكون تقريباً خلينا نقول 2 ساعة بالأسبوع، بحيث إنك تكون كلك معرض، أو إنه تكون الفترة اللي تختارها للتعرض للشمس من تقريباً 10 الصبح لـ12 أو الوحدة. هاي الفترة اللي بيستفيد جسمنا من اليوفي لايت نوع بي. وبالتالي كمان كتير مهم إنه الأم تيجي تقولي والله أنا حاطة ابني ورا الأزاز. لا يا أختي، الأزاز عم يعكس لك الألترا فيوليت أو اليوفي لايت نوع بي اللي بيستفيد منه الطفل، وبداخل لك نوع A اللي هو ما رح يستفيد منه.
بالتالي إذا بدك تحطيه عند الأزاز بدك تحطيه والشباك مفتوح. هلأ في كمان أغذية كتير مهمة بيحتوي عليها فيتامين دال، يعني عندك سمك التونة، عندك سمك السلمون، عندك المنتجات الألبان، كل هاي المواد بتحتوي على فيتامين دال بنسبة ممتازة، بتساعد إنه ابني ما يتعرض للين عظام أو تقوس أو يبلش إنه شعره يتأثر أو دماغه يتأثر أو يحس إنه في عنده وهن بالعضلات أو ضعف ضعف عند الأيام والعود والحركات. هاي كلها أعراض فيتامين دال اللي ممكن نحن نتجنبها إذا تأكدنا إنه ابننا عنده مستوى الفيتامين دال بالجسم خلينا نقول فوق 30 للخمسين، والكل بفضل إنه يكون فوق 50، وننتبه بنفس الوقت إنه ما نوصل لمرحلة تتجاوز الحدود بالنسبة لفيتامين دال، بحيث إنه نكون نحنا حاميين زيادة إله أو محافظين عليه بشدة. إذا بتبدأ أهمية فيتامين دال منك أنت كأم وكمرضع وكيف بتناوله طفلك، وبالتالي إنه النتيجة النهائية بتحصلي عليها بالطريقة الصحيحة. شكرا كتير إليك، وبحب أشوفكم دايما، ودمتم بصحة وعافية. اليوم جايين في زيارة على الجمعية الأردنية للإسعاف لحتى نتعرف أكثر عن أهم الخدمات اللي بتقدمها الجمعية في المجال الطبي. راح نروح في مقابلة مع دكتور ينال العجلوني لحتى نتعرف أكثر عن هالجمعية. خليكم معنا. أهلا وسهلا فيك دكتور ينال العجلوني. نحن حاليا موجودين بجمعية الإسعاف الأردني، هالجمعية الغير حكومية الخاصة اللي حضرتك أسستها ب 2012. نحن بالفترة الأخيرة عم نسمع عن جمعيات كتير عم تطلع عنا في الأردن عم تتخصص بعدة مواضيع، من أهمها هي الخدمات الطبية. مبدئيا دكتور، حابين نعرف ونعرف الناس أكثر عن جمعية الإسعاف الأردني، كيف تأسيسها وشو الخدمات اللي بتقدمها؟ الجمعية الأردنية للإسعاف تأسست في عام 2012، وجدت لتقوم لدعم الخدمات الطبية الطارئة وإيجاد مشاريع تدعم المجتمع المحلي والاستجابة الطارئة حقيقة اللي ممكن يتعرضها سواء الأردن أو الدول الشقيقة القريبة منا أو البعيدة. وحقيقة من 2012 للآن بدأت الجمعية الأردنية للإسعاف تضع لمسات بما يخص الخدمات الطبية الطارئة، تكللت والحمد لله في تشكيل اللجنة الوطنية برئاسة التي أمر بها معالي وزير الصحة رئيس المجلس الصحي العالي، لأن نبدأ بكتابة البروتوكول الوطني الأردني الأول للإسعاف، ونتمنى إن شاء الله أن نقدم المزيد بما يخص هذا الموضوع. نعم دكتور، بداية لما أسست هالجمعية شو كان الهدف الأساسي من جمعية الإسعاف الأردني؟ هدف الجمعية الأساسي حقيقة إيجاد الطرق التي ممكن من خلالها دعم العاملين في الخدمات الطبية الطارئة والمقدمين الاستجابة الطارئة سواء على المستوى الوطني أو خارج الأردن، ومن أهم ذلك اللي هو الاستجابة واستجابة للمشاريع التي يمكن أن تأتي إلى الأردن خاصة طارئة، وإيجاد لغة جديدة يمكن التعامل بين اللغة الطبية واللغة التكنولوجية ودمجهم لنصل إلى ما نتمناه في المستقبل لنكون بموازاة الدول العالمية الأولى. طيب دكتور، ما هي الفئات المستهدفة لجمعية الإسعاف؟ ستي، الفئات المجتمع حقيقة اللي احنا بنستهدفها هي المجتمع المحلي وضيوف الأردن، ولدينا الآن حقيقة قدرة على التدريب على الإسعاف الأولي بالمستويات العالمية، والآن لدينا مركز معتمد من وزارة العمل ومعتمد من الجمعية الأمريكية للقلب وكذلك معتمد من
جمعية الأمريكان كوليج أوف إمرجنسي فيزيشنز. هذه الاعتمادات تقدم للمجتمع والمتخصص في الجزء الطبي ولضيوف الأردن وحتى للمتدربين من خارج الأردن. الجمعية كذلك معتمدة من هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني، ومن خلال هذا الاعتماد والشراكة مع مركز الإسعاف الجوي دربنا مجموعة من الضيوف والمتدربين من الدول العربية الشقيقة في الأردن. دكتور، من هون حابة أعرف إيش هي الدورات العالمية يلي عم بتقدمها بتتميز فيها جمعية الإسعاف الأردني؟ ستي، الجمعية الأردنية للإسعاف وبتوجيهات صاحب سمو الملك الأميرة منى الحسين حقيقة اللي شرفتنا بافتتاح المؤتمر الأردني الدولي الأول للإسعاف، واللي حقيقة كرئيس فخري للجمعية الأردنية للإسعاف قدرنا نجيب للأردن دورة الانترناشونال تروما لايف سبورت، وهي إن شاء الله راح تكون برنامج وطني نعمل كجمعيات مجتمع مدني لنشره لتوحيد مستوى التعامل مع الإصابات في الأردن من خلال إمكانيات ومن خلال قدرات محلية. وحقيقة الآن المدربين من هذا وصل عددهم إلى قرابة 20، وبنفس الوقت الأعداد بتزيد من المتدربين وبتزيد ثقة المتدربين وطالبي التدريب لتوحيد هذه المستويات للتعامل مع الإصابات، خاصة بما يخص الشارع وحوادث السير اللي احنا بنشوفها. أتشكرك دكتور ينال على استضافتك إن في جمعية الإسعاف الأردني، كان إلا شرف بالتواجد هون وعلى هالمعلومات القيمة اللي قدمت لنا إياها وعلى الخدمات الرائعة اللي بتقدمها الجمعية على الصعيد الطبي. شكرا لإلك. شكرا لك، يعطيك العافية، وشكرا لكم. شكرا، أهلا وسهلا فيكم. مرحبا، كيفكم؟ كانوا زمان يقولوا في كريم بنفع لكل الأمراض الجلدية، معقول هالحكي؟ هاي أكزيما، لا هاي صدفية، لا هاي فطريات، لا هاي وردية، لا هاي ثعلبة، خلص روح على الدكتور. الأمراض الجلدية وصعوبة التشخيص لتشابه الأعراض قبل ما نعطي علاج لشخص، وخاصة العلاجات المنزلية والمبادرة بتقديم المساعدة للمرضى المصابين بالأمراض الجلدية، لازم أوصل للتشخيص الصحيح والموثوق وبعدها ببدأ العلاج. لكن العلاج بدون تشخيص صحيح هو نوع من التخبط، مش أي كريم بنفع لأي مرض. عشان هيك ما تخلي زيارة الطبيب آخر اختياراتك حتى ما تتفاقم المشكلة وتأذي نفسك وتعدي الآخرين أو تكلف نفسك علاجات ما إلها داعي بتضرك ما بتنفعك. معرفتك للفرق بين الأكزيما والصدفية والفطريات مهم حتى تتجنب المسببات أو تدرك الطريقة اللي تتعامل معها للأمراض الجلدية. ممكن تكون اضطرابات مناعية أو هرمونات أو بيئة أو تكون عدوى، ولازم تعرف طبيعة بشرتك حتى يتم استخدام منتجات والأدوية المناسبة إليك، والصيدلاني بيقدر يقدم لك علاجات تساعدك على تخفيض الأعراض. وخبر الطبيب أو الصيدلي بالأدوية اللي بتستعملها ونظامك الغذائي وطبيعة عملك، لأنه أحياناً إلها دور في بعض المشاكل الجلدية. مثلاً الأشخاص المصابين بفطريات القدم الرياضي، مش بس الرياضيين، هم أشخاص بيرتدوا الحذاء لفترة طويلة بحكم عملهم، وهذا بيؤدي لتكون فطريات في بيئة القدم الرطبة، وعلاجها سهل في بداية المشكلة بإعطاء بودرة للقدم وكريمات للفطريات واستخدام اسفنجات مباعدات الأصابع لتقليل من احتكاك الأصبع وتهويته. أيضاً الأكزيما ممكن تصير من استخدام الكيماويات والماء لفترات طويلة وتربية القطط والطيور، أو التصبغات والتقرحات والجفاف قد تحدث من التعرض المباشر للشمس أو الحرارة كالأفران. فطريات الجسم ممكن تصير من مع الأشخاص اللي بيمارسوا السباحة في البرك باستمرار، وعلاجها سهل إذا تم تدارك الأمر في بدايته. بعض الأمراض الجلدية تظهر نتيجة خلل هرموني أو أخذ أدوية معينة، عشان هيك مراجعة الطبيب وإخباره بالظروف المحيطة فيك إذا تعرضت لتوتر معين كمان قبل الإصابة بالمشكلة خبره، لأنه أحياناً حل المشكلة بيحتاج تغيير البيئة المحيطة فقط. واليوم برجع بقولكم الحقيقة قوة، ما في ماركة كريم اسمه لكل إشي، وبتمنى دايماً تضلوا بخير ويسعد قلوبكم. كثير هي الأدوية المستخدمة لعلاج الحساسية، منها الكورتيزون،
أو الاستيرويد أو الإبر اللي بتنعطى لتجنب أو علاج الحساسية. ولكن أول إشي بنلجأ له لما لنتناوله لما يصير عندنا حساسية هي مضادات الهستامين. خلينا نعرف أكثر عن مضادات الهستامين. أول إشي كيف بتصير عندنا الحساسية؟ لما الجسم يلامس أي مسبب للحساسية، سواء كان عندنا حبوب الطلح أو الغبار، وبر الحيوانات أو أي مسبب حساسية للشخص، بيقوم الجسم بإفراز مواد كيميائية تسمى الهستامين. هاي المواد بتأثر على جسمنا بما يسمى بأعراض الحساسية اللي بتظهر على الأشخاص، مثل سيلان الأنف، سيلان العين اللي هي الدموع اللي بتصير العين تدمع، وكمان في عنا حكة في الحلق وبتمتد لتحت الأذنين، وفي عنا طفح جلدي، ومرات بصير في عنا تضخم في الأنسجة داخل الأنف مما يؤدي إلى انسداده. هلأ مضادات الهستامين تعمل على منع وتقليل الهستامين، وبالتالي بتعمل على تخفيف من أعراض ومن حدة أعراض الحساسية. مضادات الهستامين بتعالج لنا أعراض الحساسية، سواء كانت حساسية ربيع، حساسية التهاب العين الملتحمة التحسسي اللي بيصير بالعين، في عندنا حساسية ناتجة عن طريق القرص أو اللدغ بعد الحشرات، وفي عندنا حساسية بعض الأطعمة. ولكن لا تستطيع مضادات الهستامين إنها تخفي كل أعراض الحساسية. عشان هيك مرات إحنا نأخذ مضادات الهستامين مع أدوية أخرى كمضادات الاحتقان حتى نتغلب على أعراض أكثر من أعراض الحساسية. تأتي مضادات الهستامين بأشكال صيدلانية متعددة، منها الكبسولات، الحبوب، الجل، الكريم، قطرات الأنف وبخاخاته كمان، وقطرات العيون، ومنها ما يوصف بوصفة طبية ومنها ما يصرف بدون وصفة طبية. هلأ قطرات العيون تستخدم لإعراض الحسية اللي بالعين من حكة وتهيج، أو العين لما تدمع كتير بنحط لها قطرة المضادات الهستامين وبتخفف لنا الأعراض اللي بتصير في العين. يوجد نوعين لمضادات الهستامين، في عنا النوع الأول اللي هو الجيل القديم اللي هو يسبب النعاس، وفي عنا النوع الثاني اللي هو الجيل الجديد الذي لا يسبب النعاس بشكل عام. مين الأفضل لأخذ أنا لأقلل أعراضي؟ ما في إشي أفضل من إشي، ولكن في بعض الحالات بتصير عنا إشي أفضل من إشي. مثلا في عنا حالة إنه في عنا كتير من الأشخاص جربوا كتير من مضادات الهستامين ما ناسبهم إلا دواء معين في تخفيف أعراضهم، فمن خلال التجربة ناسبهم هذا مضاد الهستامين أفضل من أنتيهستامين آخر. في عنا كمان حسب الأعراض، إذا كانت في عنا أعراض تجينا الصبح وأنا بدي شغلي بده تركيز وما بده أني أنا بدي أسوق، ما بدي أنعس، ما بدي أشعر بدوار، فأنا بضطر أني أخذ الجيل الثاني الذي لا يسبب النعاس. كمان في مرات بعض الأعراض بتخلي لنا ما نعرف ننام، فإحنا بنضطر نلجأ للجيل الأول اللي بيسبب لنا النعاس حتى يدخلنا بالنوم وبرضه يخفف لنا الأعراض. في عنا بعض الأشخاص أو بجسم الإنسان الأعراض بتزيد من 4 صباحاً الساعة 4 صباحاً للساعة 6 صباحاً. أعراض الجانبية للمضادات الهستامين تختلف باختلاف نوعها، فالنوع الأول بيسبب لنا النعاس، الدوار، جفاف الفم وصعوبة في التبول. أما النوع الثاني بيسبب لنا وجع في الرأس، وممكن أن نحس في دوار أو نعاس ولكن بشكل كتير أبسط من وأقل من الجيل الأول اللي بيسبب النعاس. مضادات الهستامين لها استخدامات أخرى غير إنها تستخدم في تقليل أعراض الحساسية. تستخدم مرات لتقليل من الشعور بالغثيان والقيء عند المرأة الحامل، أو الشعور بالدوار والغثيان في السفر. كمان بيستخدموها كتير من الأشخاص وخاصة الجيل الأول اللي هو المسبب للنعاس، بيستخدموه للدخول لتحفيزهم للنوم وتقليل عندهم الأرق. بس ننتبه، الأشخاص اللي بيستخدم مضادات الهستامين حتى تساعدهم للدخول في النوم إنها ما يضلوا مستمرين على أخذهم، ما يأخذوهم كل يوم بشكل متواصل، لأنه في فترة بعد أسبوعين راح يصير الجسم عنده تولرانس التعود على هذا الدواء. شو بصير فيه؟ إني أنا باخذ جرعتي اللي معتادي عليها وما راح أدخل في النوم، بضل أزيد بالجرعة حتى أوصل جرعة عالية عشان تدخلني بالنوم، وأنا هون بعرض جسمي لجرعة كبيرة جدا بتوصل لنا السمية. عشان هيك الأشخاص اللي بدهم ياخذوا الأنتيهستامين عشان يحفز لهم النوم أو النعاس، إحنا بننصحهم إنهم ما ياخذوا بشكل يومي. والأشخاص اللي أصلاً أخذوا بشكل يومي وصار عندهم تعود أو التوليرانس بجسمهم، ننصحهم يتركوه لفترة
طويلة وبعدين يرجعوا ياخذوا، ما يضلوا يزيدوا الجرعة حتى ما جسمهم يصير في عنده سمية أو يتعرضوا لجرعة زائدة. بالنهاية نتمنى السلامة لكم جميعا. أهلا وسهلا فيكم في فقرة حكيم ضمن برنامج أطباء الأردن جو دكتور. اليوم بشرفني أكون مع أستاذتي الأستاذة الدكتورة نجوى خوري اللي أنا بحترمها وبقدرها جدا. كيفك دكتورة نجوى؟ الحمد لله. شو أخبارك؟ نشكر الله. شكرا كثير لاستضافتك لنا اليوم ببيتك، ما شاء الله يعني شرفتونا. شكرا كثير. يا أهلا. الله يخليكي. طبعا أنت قابلة طبية معروفة في الأردن، بس بدنا نحب نخبر الناس عنك أكثر اليوم إذا ما عندك مانع. البدايات قلنا في نابلس، أول الأمر الولادة بالقدس. أها. وبعدين انتقلنا إلى نابلس. أبوي كان محامي، كان يشتغل هناك. مثل ما حكيت كنت يعني أحب أشير إنه لما كنا بنابلس أول فترة كانت الابتدائي أول كم سنة كان في مدرسة حكومية لحد ما توفى الوالد وبعدين انتقلنا إلى رام الله. رام الله. ومن رام الله قررتي تدرسي الطب، طلعتي على الأي وبي. نعم. أول الأمر كيف طلعتي على الأي وبي؟ كيف طلعت؟ هي أولا طبعا لأنه لما توفى الوالد طبعا تعرفوا الأوضاع الاجتماعية تتغير. أبوي لما توفى كان عمره 44 سنة فقط، مع أنه كان محامي منيح ولكن طبعا فيها صعوبة حياة، والوالدة كان عندها 5 أطفال وبدها تركز تعلم كالعادة، لازم تعلمي شوي صغيرة يمكن الشباب، لأنه بتعرف إنه البنات كثير مرات بتتزوج تقول لك تدبر حالها. على جميع الاحتمالات، مع إنه كانت الإمكانيات محدودة، أنا قدمت وقتها لجامعات مختلفة وقلت لها بحاول أدبر لحالي بعثة لأنه كنت هذا. قالت لي طيب، فقدمت وقتها لجامعتين الAUB والBCW. الAUB ما قدروش يعطوني بعثة، الBCW اللي هي بيروت كولج فور ويمن أعطوني بعثة نص، قالوا بتشتغلي بالمكتبة ومنسامحك بنص الفيز. نص. فرحت وقتها هناك. تمام. ولكن أنا عيني على الطب، والبي سي دبليو فيهاش طب، ما فيها كلية طب. ما في. فحاولت جاهدة، عملت الحمد لله كثير منيح، كان كل علاماتي جيدة جدا، فأهلتني إني أقدم لبعثة كاملة من الأونروا. حلو. والأونروا وقتها أعطوني بعثة ولكن اشترطوا تروحي على الأي وبي، ولكن اشترطوا لازم تعملي ساينسز، احنا ما نعطيش البنات طب لأنهم بيتجوزوا وبيشتغلوا. طيب كيف الفكرة طبعا. كانت أيام زمان يعني إنه إنهم بيعملوا طبيبات وبيشتغلوش، فبدناش إنها نحط مصرياتنا هناك. فقلت لهم طيب قبلانين هات اللي عندك. فروحت على الأي وبي، ووقتها أخذت الأي وبي فيها برنامج بري ميديسن قبل الطب يعني. قبل الطب. نعم. بدك تعمل 3 سنوات وبعدين بتكمل، بتدخل رابع سنة بتدخل على الطب. فهذا وقتها دخلت الحمد لله عملت كتير منيح برضو، كنت أخذ دبل بروجرامز يعني أخذ كريدتس عالية جدا. المسكين الأدفايزر يقول لي كان بدي أمضي لك، أقول له يا أخي أنت أمضي وأنا بدبر حالي. فيحطوا لي 23 كريدتس اللي هو المهم. ساعات كتير كانت. معظم الأولاد بدوش يعطوك فوق 21 ماكسيم 22. 22. فهذا أقول له بهمش أمضي وإحنا مدبر حالي. إحنا مدبر حالي. الحمد لله كتير كتير منيح عملت. طبعا. الحمد لله كنت الأي وبي بحب فيهم بيعملوا الأونرز ليست كمان. I was almost the top of the honors list. يعني تخرجت من الأي وبي with distinction. With distinction خلصت الطب أعطوني وقتها بعثة. زادوا لي كم عملوا out of policy وأعطوني بعثة كملوا الطب كله الأونروا. كملت كل الطب. كل الطب حساب الأونروا. ولا كان في صعوبة كتير إني أكمل. وين كان الاتجاه بعد ما خلصت كل الطب؟ شو كنت حابة تسوي؟ هلا لما خلصت كلية الطب أنا طبعا حابة إني أروح أكمل بالخارج. في هذيك الايامات كنت طبعا صرت متعرفه على ماي هازبند تو بي، تعرفت عليه بالاي وبي. كان معك بالاي وبي. نعم كان معي بالاي وبي وبده يروحوا على امريكا. وتزوجتوا ببيروت؟ تزوجنا لا جينا هون تزوجنا بالاردن. بالاردن. اوكي. فوقتها بس لكن وقتها احنا طلعنا خاطبين وبعدين رجعنا تزوجنا بالاردن سنه 71. اني كيس لما رحت على امريكا هو كان بده يروح صح له مجال انه يروح على جامعة هناك، فأنا قلت له طيب أنا هو كان بنيويورك بكولومبيا. تمام. أنا قدمت وقتها لهوبكنز كنت حابة إني أدرس عندهم باثولوجي وقتها صبري مش عارفة ليش القناعة كانت إنه بما إنك تتزوجي هذه حياة منيحة لسيدة وفي الشي روحة وفي الشي جينة، فعملت باثولوجي زهقت حياتي.
يعني قعدت قديش قعدت تعملي باثولوجي هناك؟ عملت سنه واحده وبعدين قلت لهم بقدرش، انا بقدرش اكمل بالباثولوجي، انا بحب الناس. لانه معظمها مختبرات بنعرف الناس كله مختبرات وسلايدات اوتوبسي وسلايدات اوتوبسي يعني مين اللي مختبر يعني؟ انا بحب الناس مش سريريا يعني. مش انا بحب الناس يعني بدي احكي مع الاموات بعد بشوي فما بنفع. فقلت لهم انا ما بقدرش اكمل هذا البرنامج لانه انا مزبوط هوبكنز يعني من احسن الجامعات، ولكن انا بدي اعمل شيء بحبه. فقلت لهم غيروني للاطفال، بحب اروح اطفال. قالوا لي احنا اعطيناك مجال وانت خيبتي امالنا واخذتي محل حدا وما بنقدر نعطيك محل ثاني، يعني فير از فير، مش رح نعطيك اكثر محل ثاني. فوقتها انتقلت لجامعه اخرى اللي هي جامعه يونيفرسيتي اوف نورث كارولاينا، كان فيها استاذي بيعرف حدا هناك. فدفشوني اخر دقيقه حطني بالبرنامج عنده. طب دكتوره نجوى، نبعد شوي عن الكارير ونبعد عن الاكاديميه، كيف بتقضي وقتك هلا؟ كيف بتريلاكس؟ هاو دو ميديتيت؟ كيف هاو دو ريلاكس؟ شو الشيء اللي بخليك ترتاحي هيك اذا ستريس؟ انا اكثر شيء بريحني اني اضلني اقرا، انا يمكن بزهق الناس انا بحب بحب يعني دائما فضوليه شوي صغيره ودائما بسال يعني لو بتنعش عنيده اذا مش مقتنعه ابدا لازم تقنعني فيها، لازم اقتنع بالفكره قبل ما اني اتبناها. بس لما بتبناها عن قناعه بتأكد إنها تكون يعني تنتشر قدر المستطاع. فربما مشان هيك ربما أنا نشرت لكم أنتوا وضليتني أكيد أحكي لكم وهيك، لأن بحب التلميذ برضو يكون مهتم. يعني عندك باشا بالتعليم بالأكاديمية يعني هذا اللي بحبه. طبعا بحب إشياء تانية، ولكن يعني فرانكلي إذا بقراش بالطب ساعتين ثلاثة بالنهار بنبسطش، هذا يعني اللي بحبه. يعني في باشن في من جوا بحبه ما شاء الله. يعني رحلة طويلة من الأوس لرام الله لجونز هوبكنز لعمان، يعني إشي وجائزة عبد الحميد شومان I'm very proud of. هاي جائزة عبد الحميد شومان للأبحاث كانت طبعا للأبحاث يعني، وكانت مثل ما حكيت أنا أول طبيبة أخذتها وظليتني أول طبيبة أخذتها لعشرين سنة لحد ما حدا تاني إجا وراي. بختاما بدي اياكي بهالمشوار العظيم هذا اللي حكيتي لي اياه، بتحكي للبنات خصوصا للفيميلز، بتعرف يعني رحله مش سهله اللي كنت فيها، يعني دائما كلوز دور اوبن دور، هذا شو بتنصحيهم؟ انه الطالبات اللي بتطلعوا عليك هلا بيحكي والله انا كيف ممكن اكون يعني رول موديل، طبعا حضرتك رول موديل لهم ونموذج لهم، شو الاشي اللي بتنصحيه انه ما not to give up، انه ما تستسلم ابدا؟ يعني ما في شيء بيقدر انه يحد الوحده. طبعا اهم نقطه كثير مرات واحد بيقول لك طب كيف انت تاقلمتي وعندك ثلاثة اولاد؟ انا الحمد لله الله اعطانا سيده كثير منيحه اللي كانت معي تساعدني، ولكن طبعا السيده بتقدر تكون، مش ضروري انه تكون كل الوقت، يعني كثير مرات الناس بتحسب انه لازم تكوني وجودك ضروري، لا، كثير مرات الوحده بتقدر تعمل اشياء كثيره، ولكن دور الام ما بيروح أكيد. ما بيروح ومهم كثير. يعني انا اولادي الحمد لله كلياتهم درسوا بما فيهم بنتي مثلا، بنتي هلا في سبيك اوف رول موديل، بنتي هلا محاميه كثير منيحه وشاطره نشكر الله، وراحت وقتها على هارفارد بعثه وكلهم، وهلا وعندها ثلاثة اولاد وبرضه بتشتغل فول تايم وام ونيفر جيف اب يعني ولا وامهات وكثير سيدات بيقدروا انهم يكونوا وامهات كله سهل، ولكن بدك تعرف كيف تدير بالك على الوقت، واهم شيء تخلي الولد يعرف انه في حدا بيراقبه اكيد دائما في حدا بيراقبه ولو ريموت كنترول حدا بيراقبه يعني لا يعرف انه انت مهتمه اكيد. انا بلاقي الطفل لما الام بتبين اهتمام بكفي، روح اعمل. انا ما عمري ما درست طفل على فكره، ما عمري ما سمعت لولد روح ادرس وارجع، التسميع مش صح روح ارجع باوضتك ادرس وارجع وخلص، بس هي يعرف انه في في حدا بيراقبه. دكتوره نجوى احنا كثير انبسطنا معك اليوم، وما شاء الله يعني شيء بيرفع الراس يعني إسلام. حضرتك وكثير دائما انت يور اور رول موديل، يعني انت نموذج تبعنا، وشكرا لاستضافتك عندنا، وشكرا كثير لك، شكرا لكم. انبسطنا معك، ثانك يو فيري ماتش، تسلمي كثير. وانا مبسوطه انه احد تلاميذي قاعد، الله يخليكي، انت نفسك صرت قامه الاولوي. الله يخليك، الله يخليك دكتوره، شكرا كثير لك، شكرا. مرحبا، اليوم رح نحكي عن تبييض الأسنان. تبييض الأسنان علاج تجميلي لتفتيح لون الأسنان، بيتم عن طريق إزالة التصبغات الخارجية الموجودة على السطح الخارجي في طبقة المينا للأسنان.
تبييض الأسنان له عدة أنواع، منها التبييض المنزلي والتبييض داخل العيادة. تبييض الأسنان داخل العيادة بيتم تحت إشراف الطبيب الأسنان وبيكون عن طريق جهاز الليزر. بيتم تفتيح الأسنان أو طبقة المينا الموجودة في أسنان المريض عن طريق استخدام الجل. الجل هذا بيحتوي على مادة هيدروجين بيروكسايد بنسب معينة بتؤدي لتفتيح لون الأسنان عن طريق إزالة التصبغات الخارجية الموجودة في طبقة المينا. بالنسبة لتبييض الأسنان المنزلي بيتم أخذ قياسات لكل مريض بشكل خاص وبيتم صنع قوالب. القوالب هاي بنعطيها للمريض وبنعطيه مادة لتبييض الأسنان في البيت، بتتم على عدة أسابيع لأخذ النتيجة المرادة، يعني من أسبوعين لثلاث أسابيع بتكون المادة لتبييض الأسنان المنزلي. بالنسبة لتبييض الأسنان داخل العيادة بيتم خلال زيارة واحدة فقط والمريض بيحصل على النتيجة. موضوع كتير مهم لازم نحكي عنه، اختلاف النتائج بين كل مريض على حسب طبيعة الأسنان. يعني في ناس الأسنان طبقة المينا بتكون عندها جيدة فبتاخد على نتيجة جيدة، الناس اللي بتكون طبيعة طبقة المينا عندها قليلة بتاخد نتيجة أقل. فاختلاف تبييض الأسنان من شخص للتاني شيء وارد بحسب طبيعة الأسنان. كذلك النتيجة قديش رح تقعد على المريض برضو بتفرق من مريض لمريض على حسب طبيعة الأسنان. وبالنهاية بدنا نحذر من الوصفات المنزلية لتبييض الأسنان بشكل عام، ونحذر من الاستخدام الخاطئ لتبييض الأسنان بدون إشراف الطبيب المختص، لأنه ممكن يعمل التهابات باللثة ويعمل حساسية في الأسنان إذا تمت بطريقة خاطئة. وسلامتكم. اليوم بفقرة التبسيط رح نحكي عن أطفال الأنابيب. أطفال الأنابيب هي عبارة عن نعمة واكتشاف عظيم جداً غير حياة كثير من الناس. 15% من الناس أو من الأزواج بيعانوا من انخفاض مستوى الخصوبة وتأخر الإنجاب وكان ما إلهم حل، لكن مع اكتشاف أطفال الأنابيب معظمهم هدول قدروا يحققوا حلمهم بينهم يكونوا آباء وأمهات. أطفال الأنابيب عبارة عن إجراء بدنا نشرحه بشكل مبسط. أهم إشي فيه هو أنه بدل ما نحرض المبيض، المبيض بشكل طبيعي بيطلع مبيضة واحدة كل شهر، إحنا بدنا نحاول نزيد هذا العدد قد ما بنقدر، فدايما بسموها controlled hyperstimulation، انه بنحاول نحرض المبيض عن طريق ادويه محرضه للمبيض، بانه بدل ما نطلع بويضه واحده بالشهر نطلع 10-12-14 بويضه بالشهر. فمع بدايه الدوره بنبلش بتحريض المبيض حتى نطلع اكبر عدد بويضات. لما يوصل عدد البويضات هذا للحجم المناسب للاباضه بنعطي عباره عن ابره بسموها هون ابره التفجير او التريجر حتى يطلعوا البويضات من كياس الاباضه هاي. وعادة الخطوة الثانية بتكون عادة في مختبر الإخصاب. بمختبر الإخصاب أول إشي بيجي الزوج وبعطي عينته وبتيجي الزوجة ونتم سحب البويضات. سحب البويضات عادة بتم والست يعني تحت تخدير عام عادة، لكنه بسيط يعني يدوب 10 دقائق، والطبيب بيكون فيها هاي بعملية سحب البويضات تحت الألتراساوند، يعني بيشوف وين البويضات وبسحبهم. هلأ الخطوة الثالثة واللي هي أهم خطوة بتتم في مختبر الإخصاب هي حقن الحيوانات المنوية داخل البويضات حتى يصير في عنا إخصاب. منتابع هدول الأجنة لأنه صار عنا إخصاب فصار عنا أجنة. الخطوة الرابعة هي متابعة الأجنة هاي لليوم الثالث أو لليوم الخامس. عادة هاي الأجنة بنقدر نقسمها لدرجات، درجة أولى وثانية وثالثة حسب نوعيتها وحسب سرعة الانقسامات تاعتها. لما نوصل لليوم الثالث أو الخامس بتم إعادة عادة الأجنة الصالحة، ودائما بننوه أنه مش لازم ينعاد أكثر من 3 أجنة بأقصى حد، يفضل عادة 1 أو 2 تتم إعادة الأجنة. بس بعد ما نعيد الأجنة الست لازم ترتاح ونعطيها عادة أدوية بروجسترون، أدوية مثبتة حتى نحافظ على هاي الأجنة لمدة 14 يوم. بعد ال 14 يوم هاي بنقوم بعمل فحص الحمل. هذا فحص الحمل بقولنا صار في حمل أو ما صار في حمل. لازم نفهمه أنه أطفال الأنابيب صحيح هو عبارة عن تقنية جميلة جداً ومهمة جداً، لكن نجاحها مش مضمون. بأحسن الحالات بنحقق حمل بنسبة 40-50%، لكن هذا حل مشكلة لكثير من الناس. هذه بشكل مبسط جداً عملية أطفال الأنابيب.
موضوعنا اليوم عن زيت جوز الهند. كثير بالأونة الأخيرة عم نسمع عن فوائد زيت جوز الهند وبيسألوني على إيش هو فوائده، كيف ممكن نستعمله، وإيش أفضل نوع من زيت جوز الهند إحنا ممكن نستعمله. طبعاً زيت جوز الهند له كثير فوائد. أول فائدة له إنه هو بيساعدنا كثير إنه يرفع معدل الحرق تبعنا، وبنفس الوقت بيساعد على إنزال الوزن للأشخاص اللي بيعانوا من زيادة الوزن. رح أحكي لكم شوي كيف ممكن أنتوا تستعملوا عشان يساعدكم بهاي الفقرة. زيت جوز الهند طبعا هو غني كثير بالام سي تيز اللي هم ميديوم تشين تريجليسيرايدز، الاحماض الدهنيه المتوسطه، وهي من الاحماض الدهنيه اللي كثير سهله الامتصاص وما بتتخزن بالجسم، بتم تصريفها بالكبد بكثير طريقه سهله وما بتتخزن باجسامنا كدهون ممكن هي تضرنا. فزيت جوز الهند ليش احنا كثير بنستعمله ومفيد لنا؟ لانه هو كثير سهل امتصاصه وبنفس الوقت مفيد لاجسامنا كثير. اول فائده له انه هو مضاد للاكسده كثير عالي، أنتي إنفلاماتوري، مضاد للالتهابات. كثير في دراسات أثبتت إنه زيت جوز الهند إذا إحنا تناولناه يومياً ممكن يساعدنا كثير إنه نتغلب على مرض الألزهايمر، وبنفس الوقت زيت جوز الهند زي ما حكيت بيساعدنا على نزول الوزن. سبب ليش إحنا زيت جوز الهند بيساعدنا إنه ننزل وزن؟ بسبب الروابط الدهنية المفيدة اللي فيه. طبعاً الدهون زي ما إحنا كلياتنا بنعرف بتساعدنا كثير بالشعور بالشبع، وكل ما حسنا بالشبع أكثر كل ما قلت سعرات الحرارية ممكن إحنا نستعملها خلال النهار. ايش افضل انواع زيت جوز الهند ممكن نستعمله؟ لازم يكون اكسترا فيرجن كوكونات اويل، لازم يكون اورجانيك، يفضل يكون عضوي، ولازم يكون كمان اكسترا فيرجن. هاد بتكون مكتوبه على العلبه، بكون مكتوب عليها اكسترا فيرجن، ممكن يكون مكتوب عليه كمان عضوي. اذا هاي الاشيين الشرطين الاساسيين بكونوا مكتوبين على العلبه بزيت جوز الهند، هذا بيكون من افضل الانواع جوز الهند ممكن تشتروها بالسوق. من احسن الطرق ممكن تستعملوا فيها زيت جوز الهند، تستعملوها تحطوا معلقه صغيره من زيت جوز الهند على قهوه تبعك الصبح. ممكن تستعملوها كمان بالطبيخ بدائل عن زيوت النباتية الأخرى ممكن تكون مضرة، ممكن تستعملها بالبوشار، ممكن تستعملها بالعصائر تبعتنا، ممكن ناس تحب تعمل على الفطور أو العشاء سموذي خضار وفواكه، بتزيدوا معلقة زيت جوز الهند عشان تاخدوا من كل الفوائد تبعتها. هذه هي بالنسبة لزيت جوز الهند، شو فوائده وشو مصادره وإحنا من وين ممكن نجيب أفضل نوع من أنواع زيوت جوز الهند. بشوفكم المرة الجاي، وهلأ كملوا بقية فقراتنا. كيف الحال؟ أهلا وسهلا. اليوم بدنا نحكي عن العصبية والغضب. أظن أنه هلأ جزء من اللي شافوني انزعجوا مني وقالوا شو هذا اللي طالع لي بصرخ على الكاميرا وبصرخ في الشباب بصرخ في الناس، يعني بس بطلع لوش يعمل هيك. هذا هو الشخص العصبي أو الشخص الغاضب. وإحنا كثير في حياتنا من أحبابنا بيكونوا عصبيين وغاضبين، ممكن يكون أخ، زوج، ابن، أم، أب، ممكن يكونوا عصبيين وغاضبين. السؤال اللي بيطرح نفسه، هل الشخص العصبي أو الغاضب ما في من مسؤولية؟ الجواب واضح، أكيد لا. عصبيتك أبداً 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 ما بتعفيك من مسؤولية سلوكك، فبالتالي بدك تنتبه إنه أنت مسؤول دوماً عن هاي العصبية أو الغضب. أحياناً بتيجي واحدة حج ختيارة ومسكينة يقول لك والله ابني صالح ما شاء الله عليه، والله يا خالته انه طيب وكلبه مثل العصافير. صحيح احيانا لما يسب علي يعني وبيضربني يا خالتي، بس شو بدي اعمل، والله عصيد، والله انه طيب. ماشي يا خالتي ام صالح، بس صالح هو مسؤول عن غضبه. حتى لو اجى ثاني يوم اعتذر لك ولا جاب لك اسواره انجاسات ولا طيب خاطرك ولا قاعد يبوس حتى رجليك يا يما سامحيني، حاضر ما أنا مسامحتك أوريدي هالمرة مشيناها، بس لما يتكرر هذا الفعل ويصير نمط بصفي عبارة عن أبيوز، عبارة عن إساءة، وهاي الإساءة بيعتبرها العصبي إنه هاي من حقه. فلما بيقول لك يا فرعون مين فرعنك؟ قال له ما لقيت حدا يضبني. فبالتالي العصبي إحنا بنكرس وبنعزز سلبيا في عصبيته وغضبه لما إحنا نسمح له يتمادى، لكن هذا لا يعني إنك قابل إنه يتعدى عليك. فبالتالي مرة على مرة لما يعرف إنه أنت حطيت له الحدود بطريقة لطيفة ثابتة، هو بيعرف حدوده وبصير يعد للمليون قبل ما إنه يحاول إنه يعصب عليك. ولما يكون شخص مندفع بيتصرف قبل ما يفكر، برجع وبقول هو مسؤول ومسؤول ومسؤول. وبتمنى دائما لكم انكم تكونوا احسن حال.
نتمنى تكونوا استفدتم من حلقتنا اليوم، تابعونا الأسبوع الجاي. ما تنسوا تتواصلوا معنا على قنوات التواصل الاجتماعي فيسبوك والإنستغرام www.jodoctors.com. والله معاكم. سلام. مع السلامة.